يروى أن ثلاثة نفر اجتمعوا يوما، فقال أحدهم: أنا أكثركم نذالة. قال الآخر: بل أنا أكثر منك نذالة. قال الثالث: بل أنا أكثر منكما نذالة. فتشارطوا على أن يثبت كل منهم نذالته. فرأى الأول امرأة عجوزة بالكاد تستطيع المشي، فانهال عليها ضربا بيديه وركلا برجليه حتى أدميت وغابت عن الوعي. ثم جاء إلى زميليه قال: أرأيتم ما فعلت؟ فقام الثاني إلى هذه المرأة العجوز فرش عليها الماء كي يوقظها من غفلتها، ثم انهال عليها ضربا أشد من ضرب الأول، وعاد إلى زميليه: أرأيتم ما فعلت؟ أنا أكثر نذالة منك، مخاطبا الأول. الثالث كان يقف يصفق ويقفز وقال: أنا أكثركم نذالة. قالوا: أنت لم تفعل شيئا. قال: هل تدرون من هذه العجوز؟ إنها أمي. غزة، فلسطين، اجتمع عليها هؤلاء الأنذال. النذل الأول هم الصهيونية العالمية، والنذل الثاني هم أمريكا والغرب وكل من وقف مع العدو في عدوانه. أما النذل الثالث فهم العرب والمسلم، فهم العرب والمسلم، فهم العرب والمسلم.